قتل وآياته قرآن يشوف عمدا وصف لسانه الترصد من بيته ليه وعقد العزم والتسليم على قبضه فعدوا لذلك الغرض أدتين سنجة وعصا وشوم تربصوا به بمحيط مسكنه من ظفروا به حتى انقض عليهم المتهمين الأول والثاني وكان له الضربات بأدتي بطشهما حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الواقعة لمؤازرتهم محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الموصف بالأوراق والتي أو بحياته على نحو مبين بالتحقيقات حاز وحرزوا بغير تقليص أدتين مما تستخدم في التعدي على الأشخاص سنجة وعصا شوم دون أن يوجد لحملهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. المتهم الرابع اشتركت مع باقي المتهمين بتركاء التحريض في ارتكاب الجريمة محل التهم السابق بانحرادتهم على قتل المجني عليه أثر خلاف سابق بينهم. وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض على نحو مبين بالتحقيقات. وبعد تداول الدعوة بالجلسات واستيفائها نيابة العامة ليك الطلبات. نيابة العامة طلبت تطبيق مواد النيابة لبدء قانون الحالة صح؟ طلبت النيابة العامة تطبيق مواد الإحالة الدفاع تفضل. حاضر عن المدعين بالحق المدني ينضم للنيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة عن جريمة القتل العام. حاضر مع المدعين بالحق المدني انضم إلى طلبات النيابة العامة وطلب إلزام المتهمين بالتعويض المدني المطالب به وقدره تعويض مؤقت قدره كم؟ 10,000 واحد وفي 1000 وفي 100,000 واحد من الزوجة. ايه؟ في 100,000 واحد من الزوجة وفي 10,000 من طرف الزوجة من طرف محامي الزوجة و10,000 من طرف الوالد والوالد. يعني 110,000. 110,000 ما ليه يا استاذ اللي انت عايزه؟ مجموع بتاع 110,000 كل واحد. تعويض مؤقت. لتسببهم في الضرر الذي لحق المدعي بالحق المدني. لتسببهم في الضرر الذي لحق المدعي بالحق المدني. والمتمثل بدءة في فقط المجني عليه العائل الوحيد لهم دفاع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نبدأ شغلنا بقى ولا ايه؟ تمام. دفاع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر مع المتهمين طلب وبحق براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم وطلب إحالة الأوراق للنيابة العامة اتخاذ شؤونها نحو إنزال المتهمان الحقيقيين في تلك الدعوة. إيه؟ إحالة النيابة العامة لإيه؟ لاتخاذ شؤونها نحو إنزال المتهمين الهاربين كمتهمين أصليين في تلك الواقعة. هو في متهم بس اللي هارب له؟ هنبينهم سعادة الرئيس في 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 المرافعه ان شاء الله. لان انا النهارده بعد تقرير الطب الشرعي النهائي اللي جالي. تمام. طالب احل الطب براءه المتهمين تاسيسا على انتفاء صلاتهم بالواقعه تماما واحاله الاوراق النيابه العامه. لا لا سيب احاله الاوراق في الاخر خالص. ماشي. كما دفع طلب براءه المتهمين الحاضرين من التهمه المسنده اليهم تاسيسا على شكلك كده مجد جديد ولا ايه حكايتك؟ كما دفع وبطلان التحريات لعدم جديتها انتفاء صلة المتهمين بالواقعة تماما بطلان التحريات لعدم جديتها بطلان شهادة كل من نجلاء جمعة عبد اللطيف زوجة المجني علي والمتوفي إلى رحمة الله نجلاء جمعة عبد اللطيف ومحمد أوراني شكري
شهاده ثالثه. تمام. في شهاده ثالثه، شهاده رؤيه. رانيا. 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 الدفع اللي بعديها صح. تمام. بطلان شهاده الشاهده رانيا فوزي حسن حسن. لتناقضها مع ما قررته في شهادتها عن أقوال زوجة المجني عليه التضارب البين بين الشهود كما دفع بعالم معقولية تصور حدوث الواقع على النحو الوارد في الأوراق كيدية الاتهام وتوفيقه القصور في التحقيقات خلو الأوراق من ثم تشاهد رؤية أو يقيني التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي في الأوراق. معالي الرئيس، حضرات السادة المستشارين الأجلاء، هذه الدعوة نحن جميعا نريد الوصول إلى الفاعل الأصلي حتى لا يهدر دم بني آدم. ده سبيلنا كلنا بلا جدال. النهاردة أبلغت زوجة المجني عليه من أنها كانت بشقتها وسمعت صوت دوي انفجار، قامت على أثر ذلك بفتح باب الشقة، لقت زوجها ملقى على السلم ينزف دماء من جميع أجزاء جسمه. ولم تشاهد ثمة متهم في الدائرة. ثم فوجئنا بعد ذلك من أنها تقدمت وسلمت سلاحا ناريا ومجموعة من الذخائر بيتحط تحتيها 100 علامة رأس. يعني أنا لما طلعت ولقيت جوزي مرمي في الأرض وبينزل دم وبيتقطع، لقيت جنبه سلاح، رحت واخده ولميت الذخيره وحطيتها جوه كيس وشيل واديته لاحد الاشخاص الذي يدعى تامر هلال صلاح، عشان ده ليه كلام بعد كده. ده اول المتهمين في تلك الدعوه تم اصلا، وكان يبيت عندها في ذلك اليوم شقيقها. اللي قام لقى جوزوخته مرمي على الارض وبينزف دم، وفي دم في الارض ودم في الدنيا كلها. ما شافش وقعة السلاح خالص وما جابش سيرته. وقامت على اثر ذلك باستدعاء شقيق المجني عليه الذي حضر وأوصله للمستشفى إلى أنه توفى إلى رحمة الله. النهارده سعادة الرئيس وقع بها غموض، غموض رهيب. مش عشان أنا عندي طفلين اتخانقوا أشيل كارثة زي دي ومفيش الدافع على إني أقوم بجناية قتل بالمنظر ده عشان طفلين اتخانقوا مع بعض. هذا يحدث يوميا في المناطق الشعبية ولا يكون سببا او باعث على القتل. انا بقول انتفاء صلاتهم بالواقعة ليه؟ ايه الدليل اللي عليهم في الاوراق؟ شهادة رانيا، وهي شهادة لا تخضع لاي عقل ولا منطق.
وشهادة التحريات والمباحث. هو ده الدليلين اللي عندي في الأوراق ضدي. اللي جه تقرير الطب الشرعي نسف الدليلين دول تماما. لما يجي يقول ان هناك دم بشري مجهول. التقرير اللي احنا قعدنا مستنيينه سنتين. وقال ان هو مش بتاع المتهمين ولا المجني عليه. يبقى اذا الواضح النهارده ان كان هناك اشتباك بين احد الاشخاص والمجني عليه. احد الاشخاص دولت هم اتنين باينين وضوح الشمس. النيابه لو كانت تعبت نفسها شويه في التحقيق معاهم كانت وصلت لنتيجه احسن من كده مليون مره عشان كل واحد ياخد حقه. عشان المات ده ما يروحش هدر. انما انا النهارده ما عنديش دليل في الاوراق غير شهاده رانيا اللي قالت ايه؟ ان انا شفتهم على بعد حوالي 30 40 متر. اتنين قاعدين، واحد لابس تلفيحه والتاني لابس كوفيه، يعني ودعت كذبا انها تحققت من وجههما. وحتى قالت ان المتهم الثاني اطول من المتهم الاول واضخم منه. يبقى احنا امام شخصيه لها مواصفات معينه في الاوراق. ليه انا بقول ان دول لم يشتركوا في تلك الواقعه؟ الطبيعي معالي الوزير لو انا ارتكبت جنايه قتل مش هروح اقعد على النصر. منطق وعقل. هو النهارده المتهم اللي بيرتكب جنايه او جرم قتل هل بيبقى فيه اعصاب انه يقعد على النصر؟ وفوجئت بعد فتره بالصريخ والصوار. فأين تلك الشهادة؟ شافت شاهدة لم تشاهد شاهدة. والدليل على ذلك معاينة النيابة العامة التي أثبتت أن الشارع الذي ارتكبت فيه الجريمة لا يوجد به إضاءة والتيار مقطوع من أكثر من 24 ساعة. حينما هي ادعت أن كان هناك لمبة نايلون شهادت من خلالها المتهم. هل بهذه الشهاده معالي الرئيس اقدم بجنايه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد؟ والتحريات معاليكم علمتونا فيها ان التحريات ان لم يوجد لها دليل يساندها فهي ولا عدم سواء. اولا لم تجرى تلك التحريات تماما، مفيش تحريات اتعملت. تحريات مكتبيه من اقوال الزوجه واقوال الشاهده التي تدعى رانيا وهي الان امام ايضا الله وسوف يقوم الله بمحاسبتها على الشهاده في الزور. فاين تلك الدليل في الاوراق على ان المتهمين قاموا بارتكاب تلك الواقعة؟ النهاردة المتهمين محبوسين بقالهم 6 سنين في الوطن. 6 سنوات كاملين على اتهام لم يقوموا بارتكاب تلك الواقعة. معاينة النيابة مع أقوال الشاهدة مع أقوال زوجة المجنى عليه اللي تضاربت في منطقها وعقلها من انها قررت في المره الاولى ان زوجها جه دخل البيت وخرج يشرب سيجاره مره. وفي حديث اخر قررت ان الزوج قام بالدلوف الى المنزل وقام بالخروج ليقوم بشراء العشاء. كل ده بشقتها موجود. الذي له دور خفي في الاوراق. بالاتفاق مع الذي قام بإخفاء السلاح. إيه اللي يخلي زوجة المجني عليه تاخد السلاح وتشيله وتخبيه؟
اذا كان له دور في تقرير الطبيب الشرعي. ده يستتبعنا في التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني. ليه النهارده سعادتك الادوات التي تم تحريزها وضبطها وعرضها على الطب الشرعي لا يوجد اي اثار دماء على تلك الادوات. زين الحاجه اللي ادت الى وفاه المجني عليه هي جرح طول صدر غائر وصل الى المخ، ادى الى نزيف في المخ، ادى الى الموت فورا. السنجه ما تعملش كده، الشومه ما تعملش كده، كل ده قد يكون له اثر في السلاح المضروب، لان هناك فعلا كان هناك مشاجره خفيه بين شقيق زوجة المجني عليه والأخ الذي قام بإخفاء السلاح الناري للاقتصاص من المجني عليه والتخلص منه لوجود خلافات بينهما جوهرية تسأل فيها زوجة المجني عليه. والدليل في ذلك أن النيابة قامت بالقبض عليهم وقامت بتحقيق صحيحات والآمن بعرضهم على الطب الشرعي ولا السلاح، ولا طبعا السلاح قبل ما تهرب واتغسل. يبقى اذا النهارده الجرح اللي موجود في الاوراق في الطب الشرعي لا يحدث من مثل هذه الادوات تمام. عشان كده جه تقرير الطب الشرعي بيقول جائزه الحدوث. ولما جبنا الطبيب الشرعي قدام عدلكم هنا قال حتى لو بالسيف بالسن ما تعملش الجرح ده، تعمل اكبر من كده. انما سنتي واحد ده اداه ذات جسم صلب مجدد وعمر السنجه الاثنين اللي طولها متر هعملها كده مش هينفع. يبقى الاقرب الى التصور الحقيقي في تلك الواقعه هو ان يكون الوفاه نتيجه الضرب بالسلاح الناري المضبوط والمخفى وتقديمه بعد ذلك على التخلص من اثار المحرك. ده التصور الوحيد اللي يمشي في الاوراق. لان انا النهارده في سبيلي الى ان انا اثبت مين اللي قتل. ده يهمني اكتر من براءه المتهمين. ليه سعاده الريس؟ لان في روح راحت. في روح راحت وحرام اشيلها وانا لا يوجد دليل ضدي في الاوراق. النهارده احنا في جناية قتل والاحكام الجنائية كما علمتمونا انها تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. النهارده لو هناك 99 من دليل الادارة ودليل واحد يهتز ويهتز به الاوراق، المحكمة تأخذ بالدليل الواحد حتى لا يكون هناك ظلم بين على اي من المتهمين. وللمحكمة لها الخطأ في العفو خير لها أن تحكم على شخص بريء. النهارده معاليك الشكوك تساوي ما بين شخصين وهم تامر هلال صلاح ومحمد جمعة لطفي عبد الحميد. مين دول بقى؟ دول سعاده الريس كانوا متهمين في الاول بس لم يقوموا بفحص الدي ان ايه ولم يقوموا بعرضهم على الطب الشرعي، لان ايا من المتهمين الاثنين دول هيخضع ليهم بقعه الدم اللي موجوده لشخص ذكر المجهول. ذلك الشخصين هما الذي قام بارتكاب تلك الواقعه وقد تم التحقيق معهم. النهارده سعاده الرئيس انا النهارده مصلحتي ايه؟ ان انا اشيل ذخيره وسلاح
مرتكب بهم جريمة إلا إذا كان هناك صلة بها. هذا أمر طبيعي. لإما ما أقبلش أشيلهم عندي وأجري بيهم على الإسم، مش بعديها بثلاث أيام أروح أقدم تلك الدليل الموجود بالأوراق، واعتبرت المباحث إن ده حسن نية. إزاي؟ الدليل الفني الوحيد اللي موجود في الأوراق وبيقول إن الجريمة دي ارتكبت بتلك الطبنجة أو فرد الخرطوش ذاته جسم صلب. هذا التناقض البين بين أقوال الشهود المدعى أنهم شهود ولكن هم ليس بشهود، لأقوال على سبيل الاستدلال لأن لا يوجد شاهد في الأوراق شاهد تلك الواقعة تماما، مفيش. والنهاردة يمكن لو كانت جت قالت لي إن أنا طلعت على الطرقة أو الضرب ولقيت واحد بيجري أقول ماشي، إنما طلعت ما لقيتش حد خالص في الدنيا. يبقى إذن أين المتهم الذي قام بارتكاب الواقعة؟ قاعد جوه شقتها. قاعد جوه شقتها يا أستاذنا. أمر لا أقاطعك في المرافعة عشان ما أقطعش حد أفكار. أنا عندي القضية دي فيها صورتين. المجني عليه تم قتله باستخدام أداة غليظة. هشمت الفك وهشمت دماغه. حصل نزيف وحصل ايه مات تمام، وفي سلاح ناري ثبت ان هو بيقوله مراته بتقول انه بتاع المجني عليه. السلاح ده صدرت منه طلقه اللي عملت الفرقعه اللي هم بيحكوا عليها كلهم، وصدرت منه طلقه المقذوف بتاعها وجد في مكان المعاينه وتم ضبطه بمعرفه النيابه العامه وطلع انه خارج من السلاح ده واثار دم. يعني معنى كده ان المقذوف دخل في جسم واحد وخرج منه والواحد ده مش موجود، لان كل المجني عليه والمتهمين مفيش فيهم حصل اصابه. المجني عليه الوحيد المتهم الوحيد الهارب ما نعرفش فين هو، فاهمني؟ فاهم. دول الصورتين اللي عندنا في القضيه. فاهم ساعات خالص. نتفصصهم بقى ونوضحهم. سلاح ناري صدر منه طلقه يعني تم استعماله، وفي مقذوف دخل في واحد وخرج منه في مكان كويس. الواحد ده مين؟ مجهول. الواحد ده مجهول. تمام. ما هوش واحد من المتهمين الحاضرين. تمام. تمام؟ ولا هو دم المجني عليه نفسه. ولا هو ولا والدم ده ما هو الدم ده دم واحد تم اصابته. بالظبط. بالسلاح النادي. تمام. والمقذوف دخل في جسمه وخرج منه واستقر في مكان المعاينه امام باب الشقه. تمام؟ اما المجني عليه هنا قتل بأداه غليظة صلبة ردة، هشمت له دماغه وهشمت له فكه وثبت آثار سنان وقعت منه في مكان الحادث. تمام حضرتك. تمام تمام. الذي أدى إلى الوفاة تهشم الجمجمة. أيوة. ده ما يجيش إلا من انصدامه بجسم صلب تهشم. بس أنا عندي جرح، الشومة ما تعملش جرح. لا، الطب الشرعي قال انها تعمل جرح في حدثت من المصادمه بجسم صلبي ردي بعضها خشن السطح ايا كان نوعه، وهي جاهزه حدوث من الاسلحه المرسله شومه وسنج. تمام تمام. انا بتناقض هنا او بختلف مع التقرير. انا عندي صورتين. تمام يا رب. مجني عليه ضبط ضرب بشومه غليظة هشمت له دماغه وفكه، وعندي سلاح ملك المجني عليه صدر منه طلقة أطلق سواء بمعرفة المجني عليه أو مجهول واستقرت في مجهول. تمام فهمت. أصابته والدم بتاعه وقع في قدام شقة المجني عليه. تمام. المتهمين بتوعنا ما هماش من ضمن الناس دي. تمام. يعني لم تحدث بيهم إصابة بأي إصابة طلق ناري ولا في واحد منهم هربان. ما نعرفش ظروفه. ما نعرفش ظروفه اللي هو جوز المتهمة هناء. ممدوح. أيوة. جوز هناء. أيوة. مظبوط. طيب. فهل هو من أصيب وتم تهريبه ونقله ولا مات ولا راح فين؟ دي صورة القضية اللي قدامنا.
تماما. طب انت بتنفي صله المتهمين بتوعك بالوقت تمام، مالكش دعوه بالمتهم الهاري تمام، بتنفي صله لان هم مفيش تمام. كل ما ثبت في حقهم ان رانيا شافتهم قاعدين في وقت معاصر لارتكاب الجريمه امام الناصر عن الناصر تمام، عليهم عرصية مسمة أدوات، ما شافتش حاجة من الكلام، ما شافتش حاجة خالص غير إنها شافتهم بس كده، وبعدين ماتت الله ما شاء الله يعني الله يرحمه. ما أعرفش إيه اللي بقى من المخرج في هذه القضية، أنا ما أعرفش الحقيقة يعني راجل غامض جدا بالظبط. فأنا عندي المتهمين الله. بتوعك متهمين بجناية قتل المجني علي باستخدام شومة وسنجة، بعرض الشومه. نركز بقى في الحكايه في كده، بعرض الشومه والسنجه المعروضين على الطب الشرعي لم يوجد بهم سنه اثار لاي شيء من دم او من اي اثار تدل على ان هم دولت اللي استخدموا في تلك الوقت. مفيش اي اثار جت على الشومه ولا على السنجه، ولا يوجد عليها اثار دم ولا اثار اي شيء في الاوراق. النهارده معالي الرئيس، يبقى اذا هناك شخص مجهول ارتكب تلك الواقعه، قد يكون المتهم بتاعنا الهارب وقد يكون شخص اخر. انا النهارده وضعي في القضيه ايه على الرغم من انني لم ارتكب تلك الواقعه، وحتى الشهاده بتاعت رانيا لا ترقى ان تكون شهاده. يعني انا لو كنت قاعد على الناصيه، انا شخصيا لو كنت قاعد على الناصيه في الوقت ده، يبقى انا اللي دغري رحت قتلته. ما شافتش جريمه، لان النهارده معاليه ان هم اربعه، المفروض اربعه بقى دخلوا ضربوه موتوه. طب دي هتجري ازاي؟ وعقبال ما تجري تكون الدنيا كلها شافتها. انما هي الشاهده رانيا شافت ايه؟ فتحت الشباك على صوت الفرقعه، لقت المتهمين قاعدين ساكنين على الناصيه. يبقى اذا النهارده لم يقوموا بارتكاب تلك الواقعه، لان هم لو كانوا ارتكبوا الواقعه دي معالي الوزير كان على الأقل ما فيها انصرفوا بعيدا حتى لا ينتبه الأنظار إليهم، ولم يشاهد في الشارع ثمة أشخاص تجري أو تفر أو إلى ذلك. لا يوجد ثمة دليل. أنا متخذ بإيه؟ أين الدليل في الأوراق معايا؟ أنا المتهمين من أول وهلة وهم متمسكين بالإنقاذ، وإن الباعث على تلك الدعوة غير موجود. النهارده عشان عيلين صغيرين اتخانقوا هرتكب الجنايه دي وأودي الدنيا دي كلها في داهيه وافضل 6 سنين محبوس احتياطي ازاي؟ هل يستقيم وجدان معاليكم بتلك الادله الضعيفه الباهته؟ القضيه ولدت من سفاح لا يوجد لها قدم تقف عليه، مفيش دليل. يعني انا النهارده بشهاده واحده ما لا ترقى لاي شيء، ده ما تنفعش حتى ولا شاهد رؤيه ولا شاهد سمعي ولا حتى اي شهاده في الدنيا تقول كده في جنايه قتل. هناك متهمين اخرين لم تقم النيابه العامه بضبطهم او بعرضهم على الطب الشرعي، ما جاش يكون المتهمين احد من المتهمين هو ده اللي ارتكب تلك الواقعه. النهارده السلاح ده يا ريس، طب هو كان طالع بالسلاح، يبقى اذا كان هناك مشاجرة وكان في اشتباك ما بين اشخاص. فالنهارده الكلام ده الساعه 5 الصبح زي ما هم بيقولوا، واي زعيق في منطقه شعبيه الدنيا كلها بتنزل الشارع، ده البيوت مفتوحه على الشارع اصلا، مش عمارات والبوابين وبتاع، لا ده البيوت يفتح باب الشقه يبقى في الشارع. يقوم ما يقابلوش واحد في الشارع بيجري، حتى خيال واحد بيجري مش مهم اوصافه، وفي ناس قاعده. الشك يطفي ظلال من الظلام على تلك الدعوه، واي شك يفسد في صالح المتهم. النهارده دليل عليا ايه عشان اشيل بلوى زي دي دون دليل في الاوراق دي؟ بتفكرني بكلمه سماعي، واحد عمل العمله كان مستدعي واحد تاني يخش يلبس. وتحريات المباحث، تحريات المباحث سعاده الرئيس جاءت من اقوال زوجه المجني عليه والشهاده التي اورد بها الشاهده رانيا.
الدليل الدليل فين؟ في تحريات المباحث. دي التحريات المكتبيه لا ترقى لمستوى قرين حتى، لان لا يوجد دليل يساندها في الاوراق، بدليل انها ما جابتش واقعة السياح. ده بداية في التحريات المفروض كانت جابت واقعة السلاح وواقعة الطلق الناري اللي قطر ده، هي ما جابتهوش الا بعد ما زوجة المجني عليه قدمت السلاح والظهيرة. يبقى اين جاءت تلك التحريات غير انها مكتبية لا ترقى لاي مستوى، لاني مش هحط روح ثلاث بني ادمين في ضابط مباحث قد يصيبه وقد يخطئ. ما عنديش دليل. ليه بقى يا سعادة الرئيس؟ أنا النهارده مش في قضية مخدرات. قول لي أنت جماعة التحريات دي منين؟ ما تقوليش مصادر سرية مش ممكن أبوح بيها إزاي؟ إحنا في واقعة مادية، مش تاجر مخدرات وخايف يقول على اسم المرشد وبتاع، لا. واقعة فيها أرواح ناس. ما ينفعش يجي يقول لي مصدر سري، أين هو مصدر سري والذي أورى بإيه؟ بس كان أصلاً محدش شاف الدليل. كلها تخمينات لا ترقى الى مستوى قرينه ولا دليل. فالنهارده سعاده الرئيس احنا بين يدي الله في عدلكم. النهارده انتم تمثلون اسم الله في الارض وهو العدل. هل يستقيم العدل في تلك التصورات الوارده بالاوراق؟ هل يستقيم العدل في عدم وجود سمه دليل ضد المتهمين غير اقوال مرسلة ضعيفة غير موجودة في الأوراق؟ النهاردة الدعوة سعادة الرئيس خالية تماما من أي اتهام جنائي. وتعلمنا من عدلكم إن القضايا اللي زي دي لابد أن يكون فيها دليل واثنين وثلاثة. وبناء عليه من التمس براءة المتهمين وإحالة الأوراق للنيابة العامة. ليه؟ خليك في قضيتك يا أستاذ. ماشي يا أستاذ.